السلام عليكم، معكم محمد شرفي ابن مدينة تطوان، معروف على صعيد تطواني لاعب كرة القدم سابقا وما زلت أزاول كرة القدم. الحمد لله كانت عندنا واحد التجربة في قطر، رغم عندنا تجارب في المونديالات اللي سابقين، ولكن تجربة قطر يعني كتبقى في الذكريات ما تنساش، كانت واحد التجربة رائعة. الحمد لله قمنا بواحد التجربة جد رائعة، أنا والابن ديالي ريان قدمنا الشيء الكثير في التشجيعات، والحمد لله حنا جد سعداء بوصول المنتخب المغربي للنصف النهائي، لولا التحكيم اللي كان ضدنا ضد فرنسا، لكن الحمد لله حتى هذا النصف النهائي إنجاز للمغاربة وللمنتخب المغربي وللكرة المغربية. وأولا قبل كل شيء نشكر صاحب الجلالة الرياضي الأول الذي هو أعطى الضوء الأخضر باش تنمات كرة القدم. كما كتشاهدوا تقريبا كاين واحد 3 ولا 4 اللعابة كيلعبوا في أكاديمية محمد السادس، أن هاد اللعابة هادو تبارك الله عليهم جاو من المدرسة من المغرب، ومع اللعابة اللي كاينين من الجالية المغربية اللي مقيمة في أوروبا واللعابة اللي كاينين في البطولة. الحمد لله الحمد لله احنا دائما مشهورين، ولكن هاد قطر زادت شهرنا. أبا بالنسبة للتنمر جاني صعيب في الأول، لأن احنا تلقينا التنمر يعني ببعض الدول، مثلا تلقينا التنمر في مصر أن الإبن ديالي كان كيبكي، وتلقينا التنمر هنا في مدينة تطوان واحد اللقطة على الإبن ديالي كان ضد اتحاد طنجة، كانت تلقينا التنمر، فهمتيني. ولكن هادشي هذا شوف هذا حنا كنحسبوها بحال واحد السحابة، يعني واحد السحابة كيزة تنمر على الأسنان ديالي، أن هذا الإنسان اللي يتنمر عليا ولا يكون عجمي ولا أوروبي ولا شي حاجة، أنا بالنسبة لي يعني في ديك الأيام الأولية كان جاني صعيب، ولكن بالآخر من ضموا عندي المغاربة وتبارك الله عليهم وقفوا معايا، ويعني نقولوا حنا عطاوه اللي خصو، عطاوه العصير وتبارك الله عليهم. الطبيب شوف تبارك الله اش غادي نقول لك، الأطباء كثار، ولكن كان عندي الاختيار شادي الشيخ تبارك الله عليه اللي كان قريب لي، لأنه هو اللي تواصل معايا مباشرة، لأن جا عندي حتى جا من دبي حتى للدوحة وتلقى بيا في الدوحة وتبارك الله عليه. يعني كيف يعقل انت تخلي الطبيب اللي غيكون جا عندك بنفسه، والطبيب تبارك الله عليه حتى هو مشهور، ماشي انا بديته على الشهرة ولا شي حاجة، جراح تبارك الله عليه والحمد لله قام بيا ما فيه كفاية، باقي معايا تبارك الله عليه والحمد لله. حنايا حتى حنا معاه، والتنمر انا حسبته واحد السحابة كازته، والحمد لله انا موجود في مدينة تطوان. شوف ازمة التذاكر حنايا شوف اش غادي نقول لك، حنا كنا بعادين على هادشي هذا، ما كنقربوش ما كندخلوش في الحيتيات هادو تذاكر، ان ساعة ساعة كنكون انا مشيت للصاد الجنوبي باش نقلب على التذكرة، وعملنا الفيلا وتعصبنا. ولكن واحد اللقطه كنت تعصبت، واحد السيد كنشكرو عيط لي من الجامعه قال لي اجي التذاكر ديالك موجودين، الحمد لله كنشكرو بهذا المنبر هذا، ورغم ما نذكرش اسمه وفقني الله سبحانه وتعالى، ماشي بحال الناس كان التذاكر الثمن ديالها غاليه. ورساله للجماهير المغربيه كامله، كنبغيكم كاملين وكنشكركم وتبارك الله عليكم. معكم محمد الشرفي رجل بسيط خالي، يعني كنبغي نوصلكم الرسالة، أنا محمد الشرفي رياضي ما زلت الآن أزاول الرياضة مع الإبن ديالي ريان، رغم صغر السن ديالو فهو حارس مرمى وأنا لاعب كرة القدم. معكم محمد الشرفي، يعني تعرفوا عليه أنه ما بلي حتى بشي حاجة، يعني كاين الناس اللي كيتهموني هذاك السيد راه كيكمي، والحمد لله راه ما كان كبير، ما كان شرب، ما كان عمل حتى الشيشه، الناس استعجبوا فيا. وبالنسبه للاسنان ديالي يعني كتسمى هذه وراثيين، والحمد لله على هادشي اللي عطاني الله وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف. التجربه ديالي، السلام عليكم، معكم رايان اصغر مشجع مغربي.
التجربه ديالي اللي كانت في قطر مونديال قطر 2020 كانت واحد التجربه جميله. عشنا واحد الاجواء رائعه، كانوا احداث، كان واحد الحدث كبير هو تأهل منتخب الوطن المغربي الى نصف النهائي، تاريخ كبير اللي عاشته جماهير المغربيه 40 مليون مغربي، يعني اول فريق منتخب وطني مغربي، اول منتخب عربي ومنتخب افريقي يتأهل الى الدور النصف. صراحه عشنا اجواء رائعه، جماهير المغربيه كانت في الموعد، عطت شحنه جميله للاعبين، عشنا هذه الاجواء صراحه. كنشكر الاب ديالي كثير على هذه الهديه باش داني لقطر، وشفت جميع اللاعبين اللي لعبنا ضدهم. صراحه هذا كيتسمى كيبقى واحد الذكرى كبيره، صراحه كنشكره بزاف، والحمد لله عشنا واحد التجربه كبيره. صراحه مونديال قطر كان واحد مونديال جميل، تفوقنا فيه صراحه. بلد عربي باش ينظم مونديال، فرحنا كثير، بلد عربي صراحه يستحق، لان كان واحد الاشياء جميله تماك، تنظيم كبير من اهل قطر. الصحيه اللي وقعت الوالد ديالك تما كيفاش عشتيها؟ هي صراحه حسيت واحد الحرقه كبيره على الاب ديالي، انه تنمر عليه. صراحه عشت واحد هذاك، ولكن الحمد لله عملنا النيه وتعاودنا مع ماشي. صراحه وقعنا واحد المشكل، ولكن متأهلنا، مشينا عند الدكتور شادي الشيخ اللي كنشكرو من هذا المنبر، ارتحنا كثير وكنشكروه بزاف، ورجعنا للمؤازره، من رجعنا من الامارات رجعنا مؤازره المنتخب الوطني المغربي بالقطر ضد الاسبانيا، نسينا حتى التنمر. الناس بداو كيهضروا، قلنا لهم احنا نسينا شي حاجه اسمها التنمر، دابا احنا كنفكروا في المنتخب ديالنا الوطني المغربي.